خلينا نتكلم عن السعودية. قبل ما ادخل بالتفاصيل ابي اتكلم معك عن المفهوم. هذا الوطن قبلة ومنارة ومكان عظيم للحياة يتسع لكل العالم ويرحب به. كنت احلم بهالشيء صار حقيقة. يعني ابغى افهم من شكل التغيير ان في الاخير عندنا هدف. تو نتكلم عن رياضة ولا نتكلم عن الثقافة ولا نتكلم عن الطب، جميع القطاعات وجميع الأصعدة. تجربة ملهمة للجميع وخطوة في الاتجاه الصحيح. واجهة ومركز للمواهب نحو العالمية. نجتهد نحاول ننافس أنفسنا أن نكون في المقدمة. أبرز ما يمكن أن يقال وطن عظيم، قادة عظيمة. رؤية السعودية 2030 هي مسيرة وليست وجهة نهائية.